رايك تتملك شقه راقيه في مكان مميز في المعبيله قريب من نستو ومن مسقط مول على الشارع العام جنب ماندو طلعت؟ شوف هذه الشقه المميزة، غرفتين وصالة بتشطيبات جدا راقية. طبعا هذا نموذج احنا اثثنا لكم الشقة بحيث انكم تطلعوا عليها. هذه الصالة وهذه دورة المياه، حد دورة المياه بتشطيبات جدا مميزة، وهذه غرفة النوم الرئيسية بهذا الشكل راح تصير ان شاء الله بعد ما تأثثونها على مزاجكم، بالإضافة لدورة المياه الخاصة بغرفة النوم. ونروح هني مباشرة للمطبخ، هذا هو المطبخ الصغير، ينفع للشباب وينفع لعائلة صغيرة. وهذه غرفة النوم الثانية، الشقة فعلا حتى لما تطلع من الشقة شوفوا نظافة المكان، بناية مميزة تشطيبها جدا راقي. بننزل الحين أوريكم العمارة من برا. بسم الله. أنتوا جايين من مسقط مول ومن نستو مباشرة على الشارع العام. هذه هي بناية النماء 4، بناية جدا مميزة، باركنات واسعة، كل الخدمات حولكم والمحلات والمطاعم، وتقدروا تجوها عن طريق الخط السريع مدخل المعبيلة 1 مباشرة. وعلى فكرة هذا الطريق الازدواجية نزلت مناقصته، وهذه هي البناية شوفت عينكم. يا متابعيني اسمعوا علوم الأسعار، أسعار غرفة وصالة ب 24,000 اللي مثل أنا صورتهم الغرفتين وصالة، تبدأ الأسعار لمتابعيني من 29,000 ريال عماني. تخيل أنت في هالبناية الفخمة الراقية بتشطيبات جدا راقية وسط كل الخدمات، الغرفتين وصالة تبدأ الأسعار 29,000، تمتد إلى 32,000 على حسب حجم الشقة. إيش التريو بالله عليكم، تملك شقة وتعال وعرس وهات عيالك، هذا الشقة بتكفيك لين عندك 3 عيال قدام بتكفيك. كابتشروا البوست اللي فيه الأسعار والأرقام والتفاصيل، كابتشروه واتصلوا في المكتب بيعطونكم كل المعلومات. كابتشروا البوست لأن هذه الشقة ما تتفوت يا جماعة. والجميل أن الإضاءة الإنارة مضمونة عليها ضمان 3 سنوات، ولو تلاحظون الجماعة عاملين تنزيل، يعني عاملين شغل راقي للشقة. والأبواب هذولا من نوع اليو بي في سي، مضادة للصوت وللحرارة، شغلهم راقي. والأبواب هذولا من نوع اللي بياخذ الشقة بنقول مبروك. وفي شقق كثيرة ما شاء الله موجودة، اللي يبغى غرفة صالة موجود، واللي يبغى غرفتين وصالة بعد موجودة. اللي بياخذ الشقة